صراحة ينفع عمل قرض مثلا لواحد مش لاقي شغل مضطر يعني لا بحثة عن شغل؟ يجوز القرض بالربا، والربا من أعظم الكبائر. ما هو يا والله شيخ مضطر يعني ما فيش شغل أنت يعني. تعرف يا أختي لو جاب شوية فجل وباعهم أسلم له في دينه من أن يأكل الربا أو يتعامل بالربا. هات فجل وجرجير ويبيعه في الشارع، أو يأتي بقدرة فول ويبيعها في الشارع، أسلم له عند ربه من أن يكون مرابيا. طيب ماشي العمل شكرا. أحله الله. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت آية الصدقة كانوا يذهبون إلى الأسواق يحملون على ظهورهم من أجل أن يأتوا بمال يتصدقون به. فأشرف لك وأسلم لك بين يدي الله أن تعملي أي عمل ولا تقترضي بالربا.